مكان عمله لسليم بناء على العنوان يلي معنا، وبقليل من الأسئلة عرفنا أنه موجود خارج لبنان، واستحصلنا على رقم تليفونه وقررنا نتصل فيه أول ما بيرجع لنشوف إذا بيعرف معلومات أكتر ممكن توصلنا لقريمة. بعد عدة محاولات للعثور على سليم تبين أنه بعد ما قصدنا مكان عمله أنه مسافر مثل ما قالونا، ولما كان ما عم برد على الخط أنه بطبيعة الحال ممكن يكون مسافر، ولكن إلي الكوافير اللي كان عايش بنفس المنطقة اللي هو كان موجود فيها اتصل فينا وقالنا أنه صار سليم بالأراضي اللبنانية. مشان هيك نحن هلأ حنجرب نعمل اتصال معه لنعرف وينه ونقصده بأسئلتنا. الو مرحبا. مرحبا استاذ سليم. نعم. كيف صحتك؟ ماشي الحال الحمد لله. انا ريما كركي من تلفزيون جديد، عم بعمل برنامج تحكي والانسانيات. اهلا وسهلا فيك، نحن بنحبك كثير. يخلي لي اياك يا رب. انا كنت حابه اشوفك في هيك قضيه بدي استفسر عنها، وانت اكيد فيك تساعدني. بشو بقدر اشوفك؟ والله أنا ليك جيت من السفر وصلت اليوم قبل السفر، فهمت كيف؟ كنت بكسر ومسافر بكرة عشية. يعني أنا التليفون أحسن، ما عندي وقت شوفك أبدا، يعني ما بقدر. إذا بتروح على التليفون محللك إياه بأمري. أنا بجي لعندك، أنا بجي لعندك محل ما أنت. وين أنت؟ أنا بجي لعندك هلأ إذا بدك بجي لعندك. لا هلأ أنا سافرت بشمال. انت بسمير؟ ايه بسمير. بقول لك شغلة معلش يا استاذ سليم. نعم. هي انسانية لدرجة انه انا بطلع عشمال، بطلع عشمال عندك هلأ اللي ما انت شو ما قلي شو لسه هيدا هلأ عم تخوفين ذلك انه في شيء قتيل؟ لا لا ما في قتيل، بس في استفسار بيخطوا الناس بقضية انسانية ما حاب احكيها على التليفون، حاب اشوفك ونحكيها. هذه هي لصة كله انه ما في شيء بقلبه شيء خطير. يعني يعني انا هالموضوع كله يعني انا جيت عند الشباب على الصالون اليوم اللي عندهم صدور. نعم. عم بخبروني القصه كذا كذا اللي طلع عندهم. شو بتقول لي؟ عم بقول لي واحد من بيت مين هاد؟ قالوا لك شو؟ من بيت شو؟ قالوا واحد من بيت شو كان بالمكبوف. انا شو بعرف فيهم هدول؟ انا كنت بدي استفسر عن ستريم بس تفضل. ما بعرف انا كل الشباب ما انا بسالش مش عارف على سرطاني على كتر سرطاني على كتر عم بقول ابتلوا مين هذي بعرف انا مش عارف قولوا مين من 40 سنه بتقول 40 سنه عم بقول سوانا عم كم من سنه طيب بس انا بدي انا حاضرين يعني انا بعمل الصوت ما عم بيكون كثير واضح. ما بعرف انه انت عم تعاون وعم تقول لي عن جد كلك ذوق انه انت بتحب شوفك بدك اليوم بطلع على شمال لعندك بدك بكره تعطيني موعد ساعه اللي بدك هل قد القصة مدى الموضوع كله يا والله يا أستاذ سليم لما واحد يشتغل إنسانيات بتابع قضيته أنا واضح أنه حضرتك روحك مرحة وقريب يعني لك يا ست أنا هاب أمرك بس أنا بكرة بحكي معك بالتليفون لك أنا بكون بشوفك أنا تكا معيني طيب اجتمعنا مع سليم، وعقد ما هالاجتماع كان بشكل لقلنا خيط رئيسي لنوصل لريما على قد ما خيبة الأمل كانت كتير كبيرة. سليم ما بيتذكر أي شيء عن ريما، مش فايق حتى أنا اشتغل بالمنطقة، والشي اللي بيتذكره شيء كتير طفيف ما بيوصل لولا نتيجة. من هون كان علينا أن نبلش من الصفر، من الأول نرجع نقصد عشقود ونجرب نشوف شو فينا نلاقي معلومات
نبحث عن جذور ريما من أي ضيعة من سوريا. استخدمنا منصات التواصل الاجتماعي واتصالات مع ناس كتير من داخل سوريا ممكن يساعدونا نوصلها. وإجا نهار إجا فيه الاتصال السحري. تخيل ريما. نعم أنا خيا. خيا لريما، أنت أختك نزلت على لبنان، اشتغلت بلبنان. نعم. يعني أي سنة نزلت؟ هذا الحكي بالسبعينات. بالسبعينات. هلا هي وين موجودة ريما؟ ببيروت. ببيروت معك رقمة؟ إيه بس أنا والله شوف أنا عدم مؤاخذة متخوف من الموضوع. لا لا ما في شيء بيخوف، ما في شيء بيخوف. نحن عم بشتغل يعني ببروجرام اجتماعي، فهي في شغلة لازم توصل لها أمانة لإلها. يا ريت بتعطيني رقمها لأنه يعني قلنا فترة عم نبحث عنها لأنه لازم نوصل لها الأمانة. وين عايشة ببيروت هي؟ ممكن أعطيك رقم. بالجبل. ممكن إني أعطيك رقم شخص ممكن تتواصل معه. لريما؟ هو بوصلنا لريما؟ اعطيني رقمه. ايه بالضبط. اوكي. على كل حال انا راح ابحث عن الرقم وابعث لك اياه ان شاء الله من على طريق مجد. انا مو مقيم يعني بسوريا ولا مقيم بلبنان، انا أوكي. خارج البلد. انت قلت لي ريما انه عايشه بالجبل؟ بجبل لبنان. جبل لبنان؟ وين بجبل لبنان؟ والله بالضبط ما بعرف. ما بتعرف. اوكي ماشي. ما في شيء يخوف. لا 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 في شيء كثير حلو عم بقلك. نحن بروجرام، انا بشتغل ببروجرام انساني، يعني كلها اعمال انسانيه واعمال خيره. لانه ليك متزوجه ومعها ثلاث صبايا، معها بنت شباب اثنين، عرفت شلون؟ متزوجه. شو اسم جوزها؟ شو اسمه زوجها؟ اوكي طيب يلا ناطر تبعث لي اياهم من عند مجد لكن ارقامهم. اوكي. معلومات كثير متوفره لنا اليوم. خلينا نتجه لمنطقه جبال. خيال ريما اتصل فينا وقالنا انه هي موجوده بهيدي المنطقه، وقالنا على اسم زوجها، وعن طريق اسم زوجها قدرنا نعرف هي وين موجوده وباي منطقه ساكنه. اليوم هو يوم مواجهه عاطفيه لها علاقه بماضي بعيد. ريما رح تكون هي كمان عم بتدور على نبيل مثل نبيل عم بدور عليها. وهل في أم يوم من الأيام بتستغني عن طفل ما بيجع قلبها وبتحب تعرف عنه وبتحب تعرف وينه؟ شو ما كانت الظروف اللي خلتها تستغني؟ اليوم نحن قدام مواجهة صعبة. هل هي هتفتح أبوابها لحديث من الماضي البعيد، خاصة ممكن تعتبر أنه هي محرجة وأنه هي هلأ بمكان آخر، أو أنه هي خايفة من المجتمع بكل بساطة بهيك مواقف معودين عليها؟ اليوم علينا أنه نقوي قلب ريما إذا كانت فعلا هي الأم، نقوي قلبها ونقلها أنه نبيل ناطرة لا يعرفها، ونطمنها قبل أي شيء إنه نحن جماعة بنشتغل بأخلاق، وإنه ما في أي كلمة رح تطلع على الهواء إلا برضاها، وإنه الأهم عنا لقاءها هي وابنها قبل أي شيء تاني. بدك أنزل؟ فاتحة ولا مسكرة؟ مش واضح كتير على فكرة. أربع ساعات ناطرين بالسيارة تحت بيت ريما. كل الأسئلة اللي ممكن تخطر بالبال خطر ببالنا. هل نحن عم نفتح ماضي هالست ما بقى تفتحه؟ هل نحن ممكن نأذي هالست إذا حدا بالحي انتبه إن نحن موجودين؟ هل ممكن تصير حشرية أي حدا بالمبنى أو عندها بالبيت حتى، ويكون في أي تصرف عدائي إذا نعرف السر اللي نحن جايين كرماله؟ هل ممكن يكون ما بخصها هذا الموضوع ونفتح عليها أبواب؟ 100 سؤال بيطلع على الراس، ومنهم سؤال هالبرنامج ليش عم نعمله؟ هالقد منصير بنعاني؟ هالقد منصير بنعاني؟ بعد ما قطعوا الأربع ساعات نحن عم نراقب شرفة بيت ريما، ظهرت ريما لبرا على البلكون. حرصنا نجرب نعرف إذا معها حدا تاني بالبيت. بعد ما اكتشفنا إنه ما في أي حركة، نزلنا وقفنا تحت بلكونها وطلبنا منها نطلع لعندها على البيت. الدهشة كانت بعيونها وقالت يلا اطلعوا لشوف. مثل الحرامية ركبنا على الدراج، فتنا على بيت ريما. أول ما طلعت فينا قبل المرحبا قالت أنتوا جايين كرمال ابني؟ ونزلوا دموعها. يا ريت كان فيها الناس تشوف شو شفنا.
بس نحن طبعا حريصين على كثير اشياء لمعرضنا هيدا الشيء. دموع ريما ما خلتنا نبعد عن الشيء الاساسي، انه لازم يكون في شيء يحسم اذا هالست فعلا امه لنبيل او لا، وما في غير الدليل العلمي. بسرعه عطيناها العلكه اللي هي اكيد وافقت انها حتى تخضع لهيدا الفحص. اخذنا العلكه بسرعه من بيتها، وبعد الخبريه اللي خبرتنا اياها على قدر الامكان حرصنا ما نطول عندها وظهرنا. باقي نعرف اذا اللي بايدنا اي العلكه هي الدليل الساطع القاطع على انه ريما امه لنبيل، او نحن عم ندور بغير مطرح.